waiting, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go. السلام عليكم ورحمة الله، يسعد أوقاتكم أصدقائي الأحباء. اليوم بدنا نتعلم طريقة عمل راحة الحلقوم، راحة كتير طيبة وبطريقة كتير بسيطة. مكونات موجودة بكل بيت، عنا فقط كوبين من الماء، واحد من النشا، كوب ونص من السكر، من الزبدة، وملعقة صغيرة من المستكة المطحون. بالنهاية بدنا نقوم بتحضير القطر أو الشيرة. نضيف كوب ونص من السكر، كوب من الماء، ومنضيف عصرة ليمون. هي عندي القطر، هلا حطيناه هون على نار متوسطة وتقريبا بيحتاجوا لعشر دقائق. طبعا هلا انا عندي كوب من الماء وبحتاج لنصف كوب من النشا. انا عندي كوب كامل لانه النصف الثاني بدي احتاجه للتزيين. نضيف الماء، نقوم بتذويبهم جيدا، نحلقهم بهذا الشكل لحتى يذوبوا، مشان نضيفهم فوق القصر. هاي النشا صار عندي جاهز، داب بالماء. هلا بهي الفترة بيكون القطر بلش يغلي، نضيفهم فوق القطر. طبعا هلا صار القطر عندي جاهز، بحاجة انا لضيف النشا فوقه. هلا رح نضيف النشا ولكن على مهل، ونحرك بهذا الشكل. مثل ما قلنا بنحط النشا على مهل وبنحرك مشان ما يصير عندي في تكتلات بالقوام المزيجي الموجود عندي. بنحرك بهذا الشكل، طبعا النار بدها تكون متوسطة. بنضل بنحرك بهذا الشكل تقريبا 10 دقائق. طبعا مثل ما قلنا بدنا نحركهم 10 دقائق. طبعا اذا في حدا بيساعدكم خلال هالعشر دقائق مشان ما تتعبوا كمان كتير منيح. عندي المزيج بهذا الشكل بعد ما حركناه لمدة 10 دقائق. هلا بحتاج لضيف ملعقة من الزبدة، هلا حضيف عليه. طبعا هلا ضفت ملعقة الزبدة، بحرك حتى تدوب. بعد ما تذوب ملعقة الزبدة حاجة لأعمل اختبار للقوام. احنا بدنا نختبر القوام، جبنا كاسة شاي فيها قليل من الماء، طبعا منضيف فوقها هذا القوام. طبعا القوام كونه ما داب بالماء فهو القوام جيد وطلع عندي بهذا الشكل كتير منيح. طبعا هلأ منضيف المستكة المطحونة، نحركها مثل ما عملنا وقت الزبدة. طبعا التحريك كتير مهم. نتركها شوي على النار، طبعا نتركها دقيقتين ثلاثة مو كتير. الريحة عندي صارت بتجنن، ريحة المستكة عن جد رائعة. حاطفي النار واتركها تبرد شوي قبل ما احطها بالقالب. جهزت الوعاء هاد، حطيت ورق زبدة. طبعا فيكم تحطوا تدهنوا الجاط او الوعاء عندكم بزيت. هلا حنضيف طبعا بعد ما ضفناها صار عندي هذا الشكل، مفروض احط كمان ورقة زبدة من القالب. ونجيب كيس نايلون ونغطي فيه الوعاء ونتركه لمدة 5 ساعات بحرارة المطبخ، بعدين نفتحه ونجهزه للتزيين. هاي طبعا بعد ما بردت الحلاوة طلعناها، هلا بنقيم الكيس النايلون، بنقيم ورق الزبدة هذا الشكل.
طبعا. وانا عندي مثل ما قلنا نص كاسة من السكر الناعم ونص كاسة من النشا، خلطناهم سوا هي مشان نغطي الراحة الموجودة عندي بهالمكونات هاي. نفرد النشا والسكر على كامل الراحة، طبعا هلا نقلبها بهذا الشكل. نقيم ورق الزبدة اللي حاطينه بالأسفل، نكفي بنفس الطريقة بإيدنا بنفردهم. هلا بنقوم بتقطيعها بالسكين أو طبعا بأي أداة حادة موجودة عندنا بالبيت بهذا الشكل. قطعناها صار عنا هذا الشكل، نرجع نقطعها. طبعا الطريقة اللي بتحبوها فيكم تقطعوا فيها. كمان في شغلة حابة احكي عنها، انا ما حطيت ملون، ولكن اذا حبيتوا انتو فيكم كمان تستخدموا ملون زهر، اي لون بتحبوا انتو فيكم تستخدموا، انا ما فضلت استخدم ملون. كلهم بهذا الشكل نغطسهم حتى نخلص الكمون. كمان هذا صار عندي الشكل النهائي. انا كمان حابة زينه بقليل من الفستق، طبعا هي حسب الرغبة، ممكن كمان نضيف له الفستق. صحيح انا هلا ضفت له يا مبروش حسب الموجود حسب الرغبة. كمان طعمه روعة ان شاء الله. الف صحة وهنا، بنصح الكل يجربه.